مجموعتين، المجموعة الأول هتخش على طه والمجموعة الثانية هتنزل تحوط البيت وتقتحم. ماشي؟ مفيش داعي ضرب نار بلا داعي، إذا تعامل الواد هنتعامل معاه. خلاص؟ تمام، شكرا. يا جماعه احمد عياد عند مين؟ عند احمد عياد العرباوي. اه، واد اسمه سيد اسود، معاه بندقيه ليا ومعاه خزنتين. واحمد معاه بندقيتين ليا ومعاه اربع خزن. واللي ممسوكه معاك دي؟ واللي ممسوكه انا معايا دي بتاعتي انا. طب هما كده كام سلاح؟ كام بندقيه؟ اربعه بس. كنت برجع العربات للناس اللي هي مسروقه، وكنت ببيع مخدرات، كنت ببيع حشيش مقابل 3000 5000. واتخذت في 2009، اتخذت في 2009، اتحكم عليا غيابي ب 21 سنه، قضيت 3 منهم وعليا 18. ركبت مع الناس اللي هم هربوا ساعه ما الناس العرب دخلوا علينا وضربوا علينا نار وقال لك كله يجري. كنت في 440 في وادي مطرون تاريخ اسكندريه الصحراوي، وهربت مع الناس اللي هربت. الحمد لله يا باشا، هي بتوفيق من عند ربنا. الحمد لله هي كانت صعبه شويه لان هو غلدنا معاه كذا مره، كل مره بننزل له ما بنلاقيش المعلومه، ما بنلاقيهوش، بس الحمد لله النهارده ربنا كرمنا ولقيناه الحمد لله. يعني ايه مسكناه الحمد لله بسهوله. الحمد لله الحمد لله احنا نزلنا، احنا رصدنا طبعا، احنا في ملاحقه دايما امنيه للولد ورصد دائم ليه، والنهارده الحمد لله وصلت لنا المعلومه بتواجد الولد في منزل في منطقه نوى، والحمد لله جهزنا مأموريتنا ونزلنا، وطبعا هربان من السجن وليه عدي اكتر من 5 أوامر ضبط واحضار فيهم، وهربان اكتر من حوالي 45 سنه احكام صدر ضده في جنايات، ونزلنا الحمد لله بالمأموريه وامننا مأموريتنا وامننا قواتنا. الحمد لله ربنا استرها معانا، وهو مجرم خطير والناس كلها طالباه، وربنا قدرنا عليهم الحمد لله والشكر لله.